بلي الوقفه ديال اليوم كتجي من بعد مرور الان ازيد من 300 يوم ديال الجينوسيد او الاباده اللي كيتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزه، كتجي دائما من اجل ترسيخ الموقف ديال الشعب المغربي الرافض للتطبيع، لاننا نعتبر ان استمرار النظام المغربي في التطبيع يعتبر ذلك شريكا في الجرائم التي تقع في غزه. كذلك مره اخرى لنندد بالصمت لا على الصعيد شمال افريقيا والشرق الاوسط ولا على الصعيد الدولي لما يتعرضوا الفلسطينيين من تقتيل، وخاصه المجازر الاخيره اللي حتى الان لم يعد يسلم لا المستشفيات ولا المدارس ولا الملاجئ ولا كذلك مؤسسة الأمم المتحدة. الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء. مرة أخرى هناك حديث على هدنة، نحن متأكدين على أن نتنياهو سيفشلها بطرقه التي تعودنا عليها، لكن العيب ليس فيه هو بل العيب فينا نحن، أن الأنظمة العربية مع الأسف لم تقدم أي شيء للشعب الفلسطيني بعد 300 يوم من التقتيل اليومي للأطفال وللنساء في غزة. أظن باللي بان باللي كل على الأقل ما يتعلق بالمنظومة الأممية بان العجز ديالها أمام جبح الكيان الصهيوني أمام الجرائم ديالو، أن حتى القرارات ديال محكمة العدل نلاحظ أن هناك تماطل في التنفيذ على الأقل ما هو مبدئي فيها وهو وقف المجازر والتقتيل اليومي للفلسطينيين. إذا نظن على أن المسألة تجاوزت كل الحدود وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته فيما يقع. اليوم 13 غشت 7 مساء، هذه الوقفة التي تأتي في سياق سلسلة من الاحتجاجات ومن الوقفات والمسيرات التي فقط 5000 فعالية بالمغرب من أجل يعني التضامن مع الشعب الفلسطيني خاصة في غزة الأبية العاصية عن كل يعني ترويض، غزة المقاومة، غزة التي تتعرض اليوم لكل أبشع العدوان، لكل أنواع جرائم الحرب بما فيها العدوان ويعني جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الذي يرتكب يعني أفتك وأخطر الجرائم التي لم يشهد لها واقعنا المعاصر اليوم مثيلا. كل هذا يقع أمام المنتظم الدولي وصمت هذا المنتظم الدولي أمام الأمم المتحدة، أمام مجلس حقوق الإنسان، أمام الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان. اليوم هذه الوقفة تأتي لكي تبلغ هذه الرسائل إلى كل أحرار العالم، مزيد من التضامن، مزيد من الصمود، مزيد من يعني دعم وإسناد هذه المقاومة المباركة الباسلة التي تنافح عن الأمة، هذه المقاومة المباركة التي تنافح وتنوب عن الأمة من أجل تحرير فلسطين. نبلغ رسالة للاعتزاز وافتخار لكل شهدائنا الأبرار وفي مقدمتهم الشهيد إسماعيل هنية، هذا الرجل المبارك الرباني القائد الذي قاد المقاومة، نسأل الله تعالى لهم الرحمة جميعا وأن يداوي الجرحى. اليوم هذه الوقفة أيضا تبلغ رسالة إلى المطبعين، إلى كل المطبعين، كفى من التطبيع، ألم يكفيكم ما نرى، ألم يكفيكم ما تسمعون من واقع يعني اليوم الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية ومن ارتكاب هذه الجرائم. أيها المطبعون، التطبيع لن يعني تسلموا معه ولن تنفكوا معه، بل التطبيع هو وسيلة لغرقكم. هذه الوقفة تبلغ هذه الرسالة لهؤلاء المطبعين. اليوم أيضا نطالب المنتظم الدولي بكشف كل هذه الجرائم وبفضح هذه الجرائم وبالالتفاف يعني خلف حركة يعني دولية مناهضة لكل أشكال العدوان ومن أجل تحقيق السلم والأمان. اليوم أيضا نلاحظ ونتابع جميعا كيف أن قادة الكيان الصهيوني يدنسون الأقصى ويدنسون باحة المجلس الأقصى في استباحة واضحة وفي جرأة غير مسبوقة على المقدسات، مقدسات هذه الأمة. كل هذا يقع أمام صمت رهيب للمنتظم الدولي وأمام تواطؤ مكشوف لهذه الأنظمة العربية المتخاذلة وأمام دعم واضح وإسناد واضح للإدارة الأمريكية وحلفاء أمريكا. هم يتحملون كل مسؤولية لأنهم يوفرون الغطاء السياسي والدعم العسكري والاستخباراتي والأمني والاقتصادي والسياسي أيضا لهذه الجرائم التي لم يسبق لها مثيل في واقعنا المعاصر. نندد بكل هذه الجرائم، نندد بكل يعني ما تقوم به الآلة العسكرية الصهيونية. نطالب المجتمع الدولي بمزيد من التضامن مع الشعب الفلسطيني، ونطالب أحرار العالم الاستفاف في جبهة دولية مناهضة لهذا العدوان ومطالبة بوقف هذا الظلم وهذا الخراب في حق الشعب الفلسطيني. قد بلغت يعني صلافة هذا الكيان وهذا الاحتلال الغاشم وهذا الكيان المجرم إلى حد قصف مدنيين وهم في صلاة الفجر. لم نشهد مثل هذه المجازر ومثل هذه الأعمال الإرهابية العدوانية المقيتة، أن يقصف الناس فجرا، أن يقصف الناس في الصلاة وهم في عبادة
هذا ولا عمري يعني قمة الإرهاب وقمة العدوان ضد هذا الشعب الأبي المناضل المقاوم المجاهد البطل الذي بإذن الله تعالى سينتصر في هذه المعركة المشروعة في هذه المعركة البطولية إن شاء الله سبحانه وتعالى حتى تحقيق النصر وتحرير فلسطين كل فلسطين. هذه الوقفة اليوم إذن استمرار لوقوف الشعب المغربي مع قطاع غزة ومع المقاومة، دعم مستمر للمقاومة كما نعلم في كل المدن المغربية باستمرار على مدى الأسبوع، هناك وقفات لتسند المقاومة وأيضا ضد يعني كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ودائما ننادي وما زلنا نستمر في المنادات بأن هذا الوقت المناسب جدا لقطع كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأيضا ننادي طبعا بكل المجازر التي يقترفها الكيان الصهيوني وآخرها مجزرة أمس مجزرة نصر التابعين وكل المجازر المستمرة في حق الشعب الفلسطيني، لكن لنا ثقة كبيرة في أداء المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ونعتبر هذه المقاومة يعني مقاومة قوية وهي تذيق هذا العدو يعني الذلة والهوان، وهذا العدو إنما ينتقم من يعني خذلانه ومن هزيمته أمام المقاومة، ينتقم من المدنيين ويقصف المدنيين، فإذا نحن هنا كما قلت دعم مستمر للمقاومة ولصمود المدنيين في قطاع غزة، ولنا ثقة إن شاء الله في انتصار المقاومة، وكذلك نجدد دعوة لكل أحرار العالم لكي يستمروا في دعم فلسطين ودعم قطاع غزة ودعم صمود المقاومة. الشعب الفلسطيني يدعم المقاومة، هم كانوا يحاولون دائما أن يقتلعوا الشعب الفلسطيني من غزة، لماذا؟ لكي يعني يزيلوا الغطاء الذي يعني يحتضن المقاومة. نعلم بأن في غزة هناك حربان، حرب يعني برية ضد المقاومة وحرب أخرى ضد المدنيين من أجل كما قلت يعني تأليب المدنيين ضد يعني المقاومة، لكن العكس هو الذي يحصل، المقاومة تستمر في دعم يعني المدنيون عفوا يستمرون في دعم المقاومة. فإذا الاحتلال الصهيوني عندما يعني واجه المدنيين عزل قام طبعا بأسر مجموعة من المدنيين وينتقم منهم بهذه، وهذا أمر مدان طبعا، وهو طبعا لا يثير اهتماما لأي قانون دولي عكس ما الطريقة التي هو عمل بها الأسرى في عند المقاومة. هذا الكيان الصهيوني هو كيان مجرم بطبيعته، وليس اليوم، ليس اليوم ما يجري في فلسطين جديد على هذا الكيان. فهذا الكيان عندما تعود مثلا يمكنك أن تشاهده فيلم وثائقي أعده صهاينة اسمه الطنطورة، وهو يتحدث عن قرية في 48 تمت إبادة جميع سكانها، كيف يتحدث هؤلاء الصهاينة الجنود السابقون وهم الآن في سن متقدم بفخر واعتزاز عن الجرائم البشعة التي ارتكبوها في 48. إذن هذا الكيان هو طبيعته إجرامية، طبيعته عنصرية، طبيعته وأنه محتل ويريد أن يهجر سكان الأرض الأصليين من بلادهم. إذن في هذا الإطار نحن طبعا نضالنا متواصل مع كل أيوة المحبة للسلم والمحبة للسلام عبر العالم من أجل طبعا القضاء على هذا الكيان الصهيوني وإعادة الحرية لأرض فلسطين ولشعب فلسطين. كذلك من مهامنا كجبهة مغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع هو مقاومة التطبيع الخياني للنظام المغربي. النظام المغربي أمام هذه الجرائم لا زال مستمرا في التعاون مع هذا الكيان عسكريا ومخابراتيا وغيرها من أشكال التعاون مع هذا الكيان. نحن نناضل من أجل إسقاط التطبيع في بلادنا ومن أجل تجريمه، وسنستمر في نضالنا. كذلك بشاعات هذا الكيان الصهيوني يقف أمامها المجتمع الدولي الرسمي، أقصد الأمم المتحدة والغرب الاستعماري والدول التي تندرج في هذا الغرب الاستعماري، يقف متفرجا بل يدعم هذا الكيان بالأسلحة وفي عدم تركه للتصويت على قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في مجلس الأمن.
إذن نحن كذلك نناضل من أجل فضح هذا الغرب الاستعماري الذي يقدم وجهه كأنه وجه عالم حر وعالم ديمقراطي وعالم لحقوق الإنسان، أنه يدعم الفاشية في فلسطين ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ضد المدنيين، لأن المقاومة منتصرة ولكن طبعا التضحيات كبيرة وجسيمة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.